نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. هذه مسألة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مسألة متعلقة باستئجار القراء وقراءتهم القرآن عند الميت أو عند قبره. قد يستدل المستدل فيقول إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار أنه يسمع كلام الله، والجواب عليها من عدة وجوه. الأول أن هذا لم يصح عن أحد من السلف أو من الأئمة المتبوعين، السلف من الصحابة والتابعين أو الأئمة المتبوعين الذين يهتدى بفقههم، لا يستدل بأقوالهم وإنما يهتدى بفقههم للتنزيل وللأحكام. ثانيا أن الميت يسمع ما جاءت الأدلة بأنه يسمعه، وإلا في الأصل فإن الأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور وأمثالها، إلا ما جاءت الأدلة أنه يسمع كسمع الميت قرع نعال مشيعي وسماع أهل القليب قليب بدر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحسرهم، وكانوا 17 ناداهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يسمعه، لا أنه يسمع كل شيء. وما الدليل أنه يسمع قراءة القرآن؟ لأن السماع متعلق بالأحياء. الثالثة أن انتفاع السماع يحتاج إلى دليل، وأنتم لن تأتوا بالدليل. قال: لأن ثواب الاستماع مشروط بالحياة وبالنية، فهو عمل اختياري يثاب عليه بحسب نيته. والعلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يسمع الميت إلا ما جاء الدليل بسماعه، وأطال العلماء عليها وألفوا فيها المؤلفات المطولة، منها كتاب الألوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وهذه من أعظم الشبه، أعني سماع الأموات، التي يستدل بها القبوريون ومن يسوغون دعاء الأموات، لا الدعاء للأموات وإنما دعاء الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات والمدد، أنهم يسمعون، فإذا سمع يجوز أني أدعوه وأستغيث به وأجعله وسيلة بيني وبين الله، وهذا كله من الباطل، بل هو من وسائل الشرك بالله. وابن القيم رحمه الله ذكرها في مسألة الروح وسماع الأموات. يقول الشيخ: ولو فرضنا، وهذا الوجه الرابع، أنهم يسمعون قراءة القرآن، ربما سمع الميت قراءة القرآن وهو في قبره على فرض أنه يسمع على سبيل التنزل، فيزداد ألما وعذابا وتحسرا. في حال الحياة لم يمتثل أمر الله ولم يسمع وحيه، فإذا سمعه فرضا في قبره ازداد ألمه وحسرته أنه لم يمتثل ولم يبادر ولم ينتهي عما نهاه الله ولم يأتمر بأمر الله. وهذه الافتراضات إنما يصير إليها ويحتال بها من عجز عن الأدلة، يأتي بمثل هذه الافتراضات والتحسينات ليبرر له الواقع، يبرر فعله. والعبادات يا أخواني ليس مبناها على التذوق والتشهي،
ولا مبناها على التقليد والإلفة، والله هذا اللي حنا أدركنا الناس عليه، إنما شأن العبادات الاتباع، اتباع بعلم وبهدى. نعم. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على 3 أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده؟ إذن صارت كم قول؟ أنها مكروهة، والسلف إذا جاء عنهم الكراهية فمعناها التحريم، أخذا من حديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ومنهم من قال إنما هي إنه لا بأس بها، هذا القول ضعيف بل مردود. ومنهم من قال أنها لا بأس بها عند الدفن وتكره بعده، وهذا قول ضعيف أيضا، لأن الذي جاء عند الدفن ماذا؟ السكوت، فإذا دفن الميت شرع سؤال الله له التثبيت، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة في جنازات، ومنها جنازة عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري دفن في البقيع، وخرج مع غيره كما مررنا في حديث البراء بن عازب، سكت كأن على رأسه الطيب، إما أنه وعظهم أو سكت، لم يقرأ القرآن، وإنما شرع لأمته الدعاء متى؟ بعد أن يدفن. نعم. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. نعم، القول الأول من قال بكراهتها، وقلنا إن الكراهة عند السلف وش معناها؟ التحريم، لعدة أمور: أنه محدث بدعة، والبدعة محرمة ولا مكروهة كراهة التنزيه؟ البدعة محرمة بل مشدد في تحريمها. ثانيا أنها كمثل الصلاة، القراءة كمثل الصلاة، والصلاة عند القبور وش حكمها؟ ملعون فاعلها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجاه في الصحيحين من حديث عائشة. الوجه الثالث ما ذكره الشارح، أن القراءة عند القبور تفضي إلى العكوف عندها، والعكوف عند القبور من وسائل الشرك، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال: فمررنا على سدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإنهم رضي الله عنهم لما نهوا انتهوا فلم يفعلوا هذا. فالعكوف عند المقابر من وسائل الشرك بها تعظيما لها أو رجاء بركتها، وقراءة القرآن عندها تقتضي هذا العكوف، فدل ذلك على أن هذا الفعل محرم ومشدد في تحريمه، وهذه الكراهة عند السلف. يقول مالك، الإمام مالك رحمه الله: كانوا، من يعني بهم؟ التابعين وأهل زمانه، فإنه في زمن تابع التابعين، كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى يكرهون أن يحرمون ذلك، أخذا من حديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. هذا القول الأول، وهو الصحيح في حكم القراءة، قراءة القرآن عند القبور. المسألة التي قبلها قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، هنا تخصيص القراءة عند القبور، فهذه محرمة للأمور الثلاثة، وهو كما قال قول أبي حنيفة
النعمان بن ثابت الكوفي، وقول الإمام مالك بن أنس الأصبحي، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، يعني قول الجمهور، وهو الصحيح أنها محرمة. القول الثاني، نعم، ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية، استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. هذا القول الثاني أنه لا بأس بقراءة القرآن عند الدفن، قال به محمد بن الحسن. من محمد الحسن؟ الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة أخذ عنه جمع، أشهرهم اثنان، محمد بن الحسن ويوسف وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وهو رواية عن أحمد. ما أخذهم أن ابن عمر جاء عنه أنه أوصى بقراءة خواتيم البقرة عليه عند الدفن، وعن بعض المهاجرين. أولا هذا لم يثبت، ولو ثبت لما كان فعل الصحابي بحد ذاته تشريع، حتى يأتي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل الصحابي ليس تشريع بذاته. ولهذا من الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين أدلة فعل الصحابي، والصحيح أنه في أن فعله يحتج به إذا كان مفسرا لما روى أو لما نقل، لا أنه بشرط أن لا يخالف فعله حديثا أو نصا جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط، وهو رواية عن أحمد، أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. إذن القول الثاني والثالث سواء مطلقا أو عند الدفن استمسكوا بهذه الآثار التي لم تثبت عنهم. الحمد لله، عليكم الله يصلح بالكم، التي لم تثبت عنهم رضي الله عنهم على وجه يحتج بمثله كما سبق. نعم. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه. معنى مكروه أي محرم، يتعاقبون قراءة القرآن عند قبر الميت، سواء إلى 40 أو إلى سنة، أو إن كان من يعطيهم الأموال يأخذون عليها سنين، هذا فعل محدث وهو بدعة منكرة. نعم. فإنه لم تأتي به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. نعم، لأنه بدعة لم يأتي عن السلف ولم ينقل عنهم ذلك أصلا. نعم. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. إذا كان صدقة دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم تنفعهم، فلا يتطرق ذلك إلى أن تدعو الأموات وتسألهم قضاء الحاجات، فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولهذا من توفيق الله للطحاوي أن ذكر وأن الله يقضي وأن الله يستجيب الدعوات فلا تدعو غيره، ويقضي الحاجات فلا تسألها من غيره، لا تسأل ذلك من غير الله جل وعلا، لا من مقبور ولو كان من أتقى الناس وأعبدهم، ولا من غيرهم. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي أهمية الدعاء تكمل في أمور ثلاثة أشار إليها الشارح. أولا أن الدعاء ماذا؟ عبادة لله، أن الدعاء عبادة، بل الدعاء أجلى صور العبادة، وقد أشار الشارح إلى قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
فليستجيبوا لي أي بعبادتي بدعائي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدليل على أن الدعاء أجلى مظاهر العبادة أن الله جل وعلا ذكر الدعاء في مقام العبادات، ففي سورة الجن وأنه لما قام عبد الله إيش يدعوه يعني يعبده، فذكر الدعاء في مقام العبادة. وفي السنن من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومثله الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وحسنه واستغربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقول الدعاء هو العبادة لأنه أجلى مظاهر العبادة. تعرف الموحد من المشرك بدعوته، فالموحد يدعو ربه والمشرك يدعو من؟ غير الله. فإذا سمعت من يدعو غير الله، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، يا سيدي فلان، عرفت أنه بهذا مشركا لما دعا غير الله. والمؤمن دعا الله جل وعلا فحقق بدعائه الله العبودية لله. إذن أهمية الدعاء أولا أن فيه تحقيق العبودية، تحقيق العبادة لله بهذا الدعاء. الأهمية الثانية نعم أنه استجابة لأمر الله، لأن الله أمرنا أن ندعوه، أن الله أمرنا سبحانه بأن ندعوه وتعبدنا بذلك. الأهمية الثالثة والذي نعم والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. الأهمية الثالثة أن الدعاء أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. أقوى الأسباب هو الدعاء، يليها بذل الأسباب الأخرى. أعظم أسباب انتصار المسلمين يا عبد المنعم في معركة أحد وشو؟ لم ينتصروا في أحد. أنا قلت بدر ولا أحد؟ ها؟ إيه. إذا سجيت أعظم أسباب انتصار المسلمين في معركة بدر وشو؟ دعاء من؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ما زال يدعو يرفع يديه حتى سقط الرداء عن عاتقيه صلى الله عليه وسلم. فالدعاء أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. نعم. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. طيب، الله يدعوه البر والفاجر ويدعوه المؤمن والكافر فيجيب دعاء الجميع. قد يقول قال كيف يجيب دعاء الكافر؟ نقول إجابة الله لدعاء الكافر من جنس رزقه، كما أن الله يرزق الكافر ويعافيه كذلك يجيب دعوته إذا أخلص لله بالدعوة. وهذا استدراج وليس رضا بفعله. كما أن الله يرزق الكافر ويحييه ويعافيه ويمكن له، لكن ليس هذا معناه أنه يرضى فعله. وكان المشركون إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج وهاج عليهم هذا البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون غيره، حتى آلهتهم وشفعاءهم وسائلهم لا يلتفتون إليها. ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني أن شركهم متى؟ في الشدة ولا في الرخاء؟ ها؟ في الرخاء. في الرخاء، في الشدة يوحدون هذا المشركين الأوائل، لكن هالغفل مشركي الأزمان المتأخرة هالكديس دولا شركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء عياذا بالله. تجده إذا دلهم عليه الأمر واشتد عليه الكرب، يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان غوثك،
في الشدة نسي الله، فالمشركون الأوائل أصح منه مذهبا، في الشدة لم يعرفوا إلا ربا واحدا يجيب الدعوة. فشرك مشركي زماننا في الشرك في الشدة وفي الرخاء، والمشركون الأوائل شركهم في الرخاء دون الشدة. فإجابة الله دعوتهم من جنس رزقهم ومعافاتهم لا بالرضا بفعلهم. نعم. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. نعم، هذا فتنة في حقه واستدراج، كما أن الله يرزقهم ويعافيهم ويغنيهم وينزلهم أحسن المنازل، استدراج، حسناتهم قدمت لهم في الدنيا. إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك من باب الاستدراج والإمهال، وأملي لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. والدعاء يا أخواني، الدعاء العبادة نوعان: دعاء عبادة كصلاتك وصيامك وحجك، وإن لم تدعو فيها فهذه عبادة، وهناك دعاء آخر هو دعاء مسألة، وكلا ودعاء المسألة وإن كان لأمر من أمور الدنيا، اللهم أعني على تجارة، على الزواج، على كذا، دعاء المسألة من دعاء العبادة. ولهذا ربي جل وعلا من كمال ملكه وعظيم منه ومن ربوبيته يفرح أن يدعوه عبده فيجيبه. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ فيه مقال: من لم يسأل الله إيش يغضب عليه، لأن الله يحب من عبده أن يدعوه، مع أن الله في غنى عن دعاء العبد وعن عمله، لكن يحب ذلك من عبده. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لكمال ملك الله وغناه وحاجة العبد المخلوق وفقره. وأعظم من ذلك أن الله يحب أن يلح عليه عبده المؤمن، يحب أن يسمع إلحاح عبده، فإن الله يدعوه البر والفاجر، فقد يعجل دعاء الفاجر والكافر ويؤخر دعاء المؤمن، لأن الله يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه من غير حاجة منه إلى عبده، ولكن لغناه، ولأن عبده بذلك يعبده بهذا الإلحاح والدعاء. ولهذا الهموم والغموم والكروب مع ما فيها من الأذى فيها منن، وهو لجوءك وإلحاحك وانطراحك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فكلما زادت المحنة زاد تعلق قلبك بالله وتجرده من علائق غيره، فيزداد الإلحاح وتتحقق فيه مقامات العبودية العظيمة. إذا علمنا هذا في أهمية الدعاء وفي فضله وفي شأنه، كيف يغفل عنه الغافلون، وكيف يهمله المؤمنون، وكيف ينساه المصلون والعباد في لجائهم إلى الله جل وعلا. اجعل دعاء الله في كل وقت، يزداد هذا الدعاء في قلبك تعلقا وفي لسانك وفي فعلك في أوقات الإجابة، وأوقات الإجابة عديدة. خلنا نستذكرها يا أخواني، نبدأ منك. من أوقات الإجابة إيش؟ نعم. أنت معنا ولا ولا نمت؟ نعم. ها؟ ما فهمت. نجيب البطانية. اللهم اهده. ها يا علاء، أوقات الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة، في يوم الجمعة، وأشهر ما فيها ساعتان من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والثانية آخر ساعة من الجمعة. ها، بين الأذان والإقامة، هذا موضع ثاني، بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. أنت يا أخي في الثلث الأخير من الليل وقت التنزل الإلهي، يتعرض سبحانه لعباده تحننا إليهم
وتلطفا بهم، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هاي ناصر. نعم، إذا حج فرمى الجمرة الصغرى والوسطى، شرع له الدعاء. شيخ، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا صام الصائم وأفطر، عند أفطر للصائم دعوة عند فطره لا ترد. سادسا، في السفر، إذا سافر، لأن المسافر فيه ذلة وانكسار، خرج عن أهله، خرج عن وطنه، خرج عن ماله، فعنده انكسار، فإذا دعا ربه فالله جل وعلا يجيب دعوة المسافر. لكن سفر إيش؟ طاعة أو مباحا، أما سفر معصية لا. عبد المنعم سابعا، نعم، عند الصفا وعند المروة في الحج والعمرة، مواضع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم التي أطال فيها الدعاء في حجته. ثامنا، في عرفة، هاي مجذوب. تاسعا، عند لقاء العدو في الجهاد في سبيل الله، هذا موقف يستحب فيه الدعاء ومتأكد فيه الإجابة. ثامنا، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولا الأربعاء؟ نعم، الأربعاء بين بعد الظهر وقبل العصر، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاثنين فلم يستجب له، والثلاثة لم يستجب له، والأربعاء، ورجح ذلك الشيخ ناصر في سلسلته. عند نزول المطر، عاشرا، عند السجود يا أخواني في الصحيحين، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. 11، 12 في دبر الصلاة، دبر الصلاة قبل السلام وبعد السلام. 12 دعاء الوالد على ولده أو لولده، نعم، دعاء الوالدين لولدهم أو على ولدهم، هذا وهذا. دعوة المظلوم، من تعار من الليل، إذا المواضع كثيرة يا أخواني، كيف يغفل عنها المؤمنون؟ كيف تغفل عنها أيها المهموم والمكروب؟ الله يتعرض لك ويحثك على دعائه، والناس في غفلة إلا من رحم الله. فهذا يوجب العمل، ويوجب أن تظهر دعاء الله جل وعلا سرا وجهرا. نعم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث فيه مقال، لكن صححه جمع من العلماء، منهم الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله أكبر. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان. هذا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، توفى عام 513، له كتاب كبير من أكبر المصنفات في الدنيا اسمه الفنون، أقل ما قالوا فيه أنه في 200 مجلد مخطوط، وأكثر ما ذكروا أنه في 800 مجلد. يقول أبو الوفاء في هذا الكتاب الذي هو كشكولت في الحقيقة وفي غيره، أن الدعاء مندوب لعدة أمور، ذكر منها الشارحة هنا 6 أمور. نعم. أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. نعم، إذا دعيت دل على وجود الله، وإلا المعدوم ما يدعى. نعم. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. دل دعاء الله على غناه، لو كان الله فقير ما دعوته. نعم. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. إذن دل دعاءك الله على أنه يسمع دعاءك سبحانه وتعالى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. فدل دعاء الله على
وجوده وغناه وسمعه وكرمه ورحمته وقدرته، ودل على بصره لأنه يعرف ويطلع على هذا الداعي إلى معان عظيمة. نعم. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. نعم، شرع الدعاء، شرع الله دعاءه وشرع صلاة الاستسقاء لإظهار حاجة العباد إليه ولبيان كذب أهل الطبائع. والطبائعيون من نسبوا الإحياء والإماتة للطبيعة، يسمون قديما بالدهرية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسمون الآن بمن؟ بالملاحدة. فإن الملاحدة في عهد جوزيف ستالين ومن بعده، لينين وجوزيف ستالين ومن بعدهما، أضافوا إلى الإلحاد الشيوعية الملك. ولهذا ليس كل شيوعي ملحد، ولهذا من المسلمين من هو شيوعي ويساري، سموا يسار لأنهم لما وجدت البرلمانات كانوا يصيرون في الجهة اليسار وهناك يمين. واليسار نوعان، يسار وسط ويسار متطرف، وكذلك اليمين، يمين وسط يمين متطرف، بل اشنابهم لما شابهوا وقلدوا الكفار على غير هدى. المقصود أن الملاحدة نسبوا الإحياء والإماتة للطبيعة، والدعاء من أبطل ما يفسدهم. إذا أصابنا الجدب والقطب وتأخر القطر، لهج المؤمنين الله جل وعلا يستسقونه فيجيبهم سبحانه وتعالى. وكلما كان ثقتهم بالله أعظم، كلما كانت إجابة الله لهم أسرع، وهذا أمر ظاهر. ولهذا يستحب في الاستسقاء إخراج الأطفال والبهائم لإظهار الضراعة والحاجة إلى الله والفاقة إليه. وفي مسألة الثقة به سبحانه وتعالى، أسوق لكم هذه القصة التي أخبرتني بها ابنة الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أن الشيخ عبد الرحمن ليلة عشية يوم الاستسقاء ينظف المثعاب مرزاب الماء يكنسه، فقال له جاره قد رآه على السطح: الشيخ عبد الرحمن شو تسوي؟ قال: نظف المثعاب، أما أنا بأسد من استسقي ربنا، واثق أن الله جل وعلا سيمطرهم. ثقة بالله عز وجل شأن عظيم عند أهل الإيمان في توحيد، فهم يتهيئون مع أنهم لم يستسقوا، لكن واثقون بأن الله يجيب دعوته. في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. سم نعم، يجوز أن يقول الداعي أو من يدعو له: الله يسمع منك، يعني الله يسمع منك سماع استجابة، كما تقول أنت في رفعك من الركوع: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله، سمع سماع استجابة. وإلا هناك من يسمع الله لهم ولا يجيبه، فالمعنى هنا الله يسمع منك يعني الله يستجيب لك، هذا جيد وطيب، والله أعلم. سم قراءة القرآن، أي الممنوع منها قراءتها على المقبور أو تحري القراءة في المقبرة. أما إذا كان له ورد وينتظر الجنازة تدفن ماشي في ورده، أو يمشي يبي يصل للمقبر ويقرأ ورده، فليس هذا من هذا القبيل، والله أعلم. ها
نعم جاء في حديث رواه الترمذي وغيره اقرأوا على موتاكم ياسين، والعلماء مختلفون في ثبوته، فعلى قول من أثبته أنه تقرأ عليه حال الاحتضار لا بعد الموت، حال احتضاره لا بعد الموت لما فيها من التذكير بالآخرة، فإن هذه السورة تذكر بالآخرة وتذكر بتوحيد الله جل وعلا، ففيها شأن مؤمن آل ياسين كيف أنه دعا قومهم إلى الرشاد وعصوه إلى الفساد. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.